هو ينضم إلينا لمزيد من التطورات من حلب مراسل الإخبارية السورية من هناك أنس رمضان. أهلا بك أنس. بالبداية نتحدث عن مدى حساسية النقاط المستهدفة أخيرا في حي الراشدين 4 و5 مدرسة الحكمة، بالإضافة إلى بعض النقاط المهمة في المحور الجنوبي والغربي من حلب. بطبيعة الحال الراشدين الأولى والثانية والثالثة والرابعة هي كانت منطلق هجمات المجموعات الإرهابية المسلحة، سواء الهجمات التي بدأت فيها منذ قرابة الأربعة أيام أو في وقت سابق. لذا الاستهداف باتجاه مواقع الإرهابيين من قبل الجيش العربي السوري سواء عبر المدفعية الثقيلة وسلاح الصواريخ أدى إلى ضرب الخطوط الخلفية للإرهابيين، ما أدى لشل حركتهم لا سيما بعد يومين من أول هجوم للمجموعات الإرهابية المسلحة نحو الأطراف الشمالية الغربية والجنوبية الغربية وأيضا الغربية من مدينة حلب. لذا الجيش تعامل بالتزامن مع التصدي لهذه الهجمات باستهداف الخطوط الخلفية، ونجحت قوات الجيش العربي السوري أيضا من شل حركة الإرهابيين في مشروع 1070 شقة عبر بوابة تل أتباز وكتيبة الدفاع الجوي، ما مكن القوات البرية تحديدا بما يخص جبهة 1070 شقة في وقت سابق من التقدم واستعادة السيطرة على النقاط التي تسللت إليها المجموعات الإرهابية المسلحة من ناحية، ومن ناحية ثانية وسعت قوات الجيش السيطرة بالتقدم نحو كتل جديدة على هذا المشروع. نعم، وماذا عن واقع الاشتباك في منطقة ضاحية الأسد أنس، سيما بأن الجيش تمكن من تحقيق تقدم في الساعات القليلة الماضية؟ المعارك لا تزال مستمرة والتي يخوضها الجيش ضد المجموعات الإرهابية المسلحة. نؤكد على هذه المجموعات في مقدمتها جبهة النصرة، جيش الفتح، حركة أحرار الشام، إضافة أيضا إلى الحزب الإسلامي التركستاني. الجيش تمكن خلال الساعات القليلة الماضية من إحراز تقدم بري والسيطرة على أجزاء واسعة من هذه المنطقة التي يسعى الجيش خلال هذه المعارك إلى السيطرة على ما تبقى من أجزاء وكتل في هذه المنطقة، بما يخص المنطقة التي تقع بطبيعة الحال في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة حلب. المجموعات الإرهابية المسلحة التي وضعت كل ثقلها وأوراقها سواء بالنسبة للأسلحة المتطورة والأعداد الكبيرة من المقاتلين الأجانب والمفخخات، كانت تسعى للتثبيت في ضاحية الأسد أو حتى في جبهة منيان التي استعاد الجيش سيطرته عليها، لكنها فشلت بعد أن قام الجيش العربي السوري بشن هجمات معاكسة أدت في وقت سابق منذ أكثر من 48 ساعة إلى استعادة السيطرة على منيان، ومن ثم التقدم في ضاحية الأسد والتقدم أيضا على مشروع 1070 شقة. كما ذكرت لك كان هنالك محاولات كبيرة للإرهابيين التثبيت تحديدا في جبهة منيان التي إلى الآن يتم الحديث عنها. منيان لا سيما أنها تمتاز بموقع استراتيجي يتوسط الأحياء الغربية سواء حلب الجديدة وجمعية الزهراء، إضافة أيضا إلى المناطق الأخرى. لذا كانت استعادة السيطرة عليها سريعة من قبل الجيش بمثابة ضربة لهذه المجموعات. خدميا هذه المرة أنا سأسألك، واليوم دق الشتاء أبوابنا ربما أكثر من أي يوم سابق مع انخفاض درجات الحرارة، هل يمكن أن نقول بأن توزيع مادة المازوت يعني كان كاف خلال الأيام الماضية، أم لم تزل هذه الخدمة ربما متواضعة حتى هذا اليوم حتى تصل الى المواطن؟ بالنسبه طبعاً. بالنسبه لماده المازوت، هنالك اذا كان سؤال عن هذا الامر، هنالك خطه كما علمنا من قبل السيد حسين دياب وهو محافظ حلب ان محافظه حلب اتبعت خطه بالنسبه لتوزيع المازوت المنزلي عبر مراحل، وهنالك يعني يمكن الحديث عن كميات كافيه لتوزيع هذه الماده على المنازل والبيوت السكنيه، لا سيما باننا دخلنا فصل الشتاء. هذا من جانب خدمي. من جانب آخر، خدمي مدينة حلب إلى الآن تعيش شح بالنسبة لمياه الشرب بعد أن تعرضت مضخات سليمان الحلبي في وقت سابق ومحولات الكهرباء إلى استهداف من قبل الإرهابيين. بحسب المعلومات الواردة من مؤسسة المياه، الإصلاحات إلى الآن جارية لإعادة ضخ المياه إلى ما كان عليه. اليوم الاعتماد بالنسبة لمياه الشرب من قبل أبناء مدينة حلب باتجاه الآبر، وهي بطبيعة الحال لا تكفي لسد حاجة الحلبيين. شكرا جزيلا لك أنس رمضان مراسلنا، كنت معنا مباشرة من مدينة حلب.